صباح الخير طلاب صف الرابع. أخذنا بالدروس السابقة تعريف الوطن وماذا يشمل الوطن من الأرض والسكان والمياه والسماء والأجواء. اليوم درسنا الجديد هو التقسيمات الإدارية للعراق. هذه خريطة العراق أمامكم، راح نشوف المحافظات كل وحدة لون، نشوف التقسيمات الإدارية كل من حدودها متصلة بحدود محافظة أخرى إلى أن تكون الوطن العراق. هسه نريد نعرف عدد المحافظات ونعرف التقسيمات الإدارية كل وحدة شنو تعريفها. انظر إلى الخريطة التي أمامك وأجب عن الأسئلة الآتية: كم عدد المحافظات الموجودة على الخريطة؟ الخريطة اللي أمامنا كم عدد المحافظات؟ 18 محافظة، نكتب أمامنا جواب لهذا السؤال نكتبه اللي هو 18 محافظة موجودة في وطننا العراق. هاي أريدكم تحفظوها، هاي معلومة لكم. أي واحد يسألكم كم عدد محافظات أو كم محافظة عندنا بالعراق، لازم الكل يعرف عندنا 18 محافظة بالعراق. ما اسم عاصمة وطننا العراق؟ عاصمتنا اللي عايشين بها كنا نعرف اسمها اللي هي بغداد، فهذا ينحفظ. سؤالين أريد جوابها تحفظوها وتعرفوها، لازم تعرفون عدد محافظات العراق وهي 18 محافظة، وتعرفون اسم العاصمة العراقية اللي هي عاصمتنا الحبيبة بغداد. إن التقسيمات الإدارية في وطننا العراق تتكون من، هسه راح ناخذ تعريف العاصمة، تعريف المحافظة، القضاء، الناحية، هاي كلها ماما أريدكم تحفظوها. العاصمة وهي المركز الرسمي لوطننا العراق، تتواجد فيها معظم المؤسسات الحكومية، الوزارات، الجامعات وغيرها، وتقع في وسط العراق. إذا ما هي العاصمة؟ هي المركز الرسمي لوطننا العراق. توجد فيها المؤسسات الحكومية أي الوزارات والجامعات وغيرها، وتقع في وسط العراق. أين تقع العاصمة؟ تقع في وسط العراق. ثانيا المحافظة هي إحدى التقسيمات الإدارية لوطننا العراق وعددها 18 محافظة. يدير شؤون كل محافظة شخص يدعى المحافظ. إذا التقسيم الإداري الأول هو المحافظة اللي هي أكبر تقسيم إداري في وطننا العراق. هي إحدى التقسيمات الإدارية لوطننا العراق وعددها 18 محافظة. يدير شؤون كل محافظة شخص شنو يدعى، شنو اسمه اللي يدير المحافظة؟ اسمه المحافظ. تنظيم إداري آخر هو القضاء. القضاء هو أصغر من المحافظة، يعني أكبرهم المحافظة شوية أصغر القضاء وأصغرهم الناحية. ناخذ تعريف القضاء: هو تنظيم إداري أصغر من المحافظة يدير شؤونها شخص يسمى قائم مقام. إذا أكبر تنظيم إداري هو المحافظة، شوي أصغر من المحافظة شنو اسمه؟ القضاء. هو تنظيم إداري أصغر من المحافظة يدير شؤونها شخص يسمى القائم مقام. تنظيم إداري أصغر من القضاء شنو اسمه؟ الناحية. هي تنظيم إداري أصغر من القضاء يدير شؤونها شخص يسمى مدير الناحية. إذا صارت عندي ثلاث تنظيمات إدارية، أكبرهم المحافظة، أصغرهم الناحية، وعندنا القضاء اللي هو أصغر من المحافظة وأكبر من الناحية. إذا أكبر تنظيم هو المحافظة، شوية أصغر القضاء وأصغرهم الناحية. من يدير شؤون المحافظة؟ المحافظ. يدير شؤون القضاء؟ القائم مقام. يدير شؤون الناحية؟ شخص يسمى مدير الناحية. عندنا أيضا المجالس المحلية. المجلس المحلي هذا يكون داخل كل منطقة، يعني هو ليس تنظيم إداري، هو مجلس. هي مجالس خدمية يتم انتخاب أعضائها من أهالي المنطقة وبصورة ديمقراطية، تقدم خدماتها إلى أهالي المدن والأقضية والنواحي، ويرأس كل مجلس محلي شخص يسمى رئيس المجلس المحلي. إذا شنو هي المجالس المحلية؟ هي مجالس خدمية، يعني كل منطقة بها مجلس محلي، هذا المجلس يتم انتخابه من انتخاب أعضائه من أهالي المنطقة. من أهالي، يعني ما يجي من غير منطقة يصير بالمجلس المحلي لمنطقة معينة، وإنما من أهالي
المنطقة حتى يكون قريب على أهالي المنطقة، يتم انتخابهم من أهالي المنطقة بصورة ديمقراطية، يقدم خدمات إلى المدن والأقضية والنواحي، يرأس كل مجلس محلي شخص يسمى رئيس المجلس المحلي. هذا أيضا ما تحفظوا ولازم تعرفون شنو هي المجالس المحلية. عندنا نشاط، ما هي برأيك الأعمال التي يقوم بها المجلس المحلي في منطقتك؟ يوجد في كل منطقة مجلس محلي يقدم الخدمات لأهل هذه المنطقة، يعني أي مشكلة أي شيء يحتاجه أهل المنطقة راح يلجؤون إلى المجلس المحلي حتى يساهمون أعضاء المجلس المحلي في حل هذه المشكلة. كيف تساعد المجلس المحلي في المحافظة على جمال منطقتك؟ المنطقة ونظافتها هي مسؤولية سكان المنطقة نفسهم، يعني المجلس المحلي صح هو مسؤول عن المنطقة يقدم خدمات، لكن لازم يكون لنا دور في مساعدتهم. فكل شخص بالمنطقة أكيد لازم يكون تقع عليه مسؤولية هي المحافظة على النظافة، المساهمة في حملات التنظيف، تقديم الخدمات اللي تنطلب من عنده حتى تكون المنطقة بصورة جميلة، ويكون متعاون ومتساعد مع المجلس المحلي في تقديم الخدمات لأهل المنطقة كلهم. عزيزي التلميذ، نسألك لماذا تحب وطنك؟ سؤال: لماذا تحب وطنك؟ أحب وطني لأنه أولاً، هاي من أسألكم لماذا تحب وطنك؟ راح تجاوبوني: أولاً الأرض التي أعيش فيها مع أبناء شعبي وعاش عليها آباؤنا وأجدادنا. اثنين: بنيت عليها حضارتنا وأصولنا. ثلاثة: تمدنا بالخيرات الوفيرة. إذا لماذا أحب وطني؟ هاي من أسألكم هذا السؤال، لماذا تحب وطنك أو لماذا أحب وطني؟ شو راح أجاوب؟ شنو الجواب راح يكون؟ ليش نحب الوطن؟ أولا لأنه الأرض التي أعيش فيها مع أبناء شعبي وعاش عليها آباؤنا وأجدادنا، هاي أرضنا وبلدنا ووطننا، فلازم أكيد الكل يحبه. إذا هو الأرض التي أعيش عليها مع أبناء شعبي عاش عليها آباؤنا وأجدادنا. اثنين: لأنها الأرض التي بنيت عليها حضارتنا وأصولنا، إحنا نشأنا من هذه الأرض، من حضارتها، من أصولها، تعلمنا كل شيء من هذه الأرض اللي عايشين عليها. ثلاثة: تمدنا بالخيرات الوفيرة، أكيد كل واحد عايش في بلده عايش بخيرات هذا البلد الوفيرة اللي يقدمها لنا. إذا نحب الوطن لأنه الأرض التي نعيش عليها والتي بنيت عليها حضارتنا والتي تمدنا بالخيرات الوفيرة. أعلم عزيزي التلميذ أنه لكل مواطن حرية اختيار السكن تغييره، لا يجوز لأي أحد اقتحامه إلا بإذن رسمي وبعلم صاحبه. كل شخص، كل مواطن عنده سكن خاص به، هذا السكن من حقه أن يبقى ساكن به، من حقه أن يغيره بدون أن يتدخل بأحد أو يتجاوز عليه أحد أو يقتحمه. هذا وطنك الصغير، البيت أو المسكن هو وطنك ملكك، لا يجوز لأحد الاقتحام أو الدخول إليه إلا بإذن وبعلم صاحبه. لهنا خلص درسنا، شكرا جزيلا.